صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده في مصر جميله عندنا لقاءين او موضوعين هنتكلم عليهم، وهيكون لينا لقاء في البدايه مع سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وهنتكلم على صندوق النقد الدولي، هنتكلم على زياره وزير الخارجيه سامح شكري لسته من الدول العربيه ونتائج هذه الزياره، وهنتكلم كمان على توصيات منتدى الشباب، وهنتكلم على اجتماع وزراء الخارجية العرب اللي هينعقد ان شاء الله يوم الاحد القادم. وهيكون لنا لقاء ايضا مع الصحفية ايمان الدربي نائب رئيس تحرير حواء، وهنتكلم معاها على توصيات مؤتمر او منتدى الشباب اللي كان مقام في شرم الشيخ. ولكن قبل ما نلتقي مع ضيوفنا على الهواء، اسمحوا لنا ان في موضوعين عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه في بداية حلقتنا النهاردة. واحد، انخفاض الاسعار في العدد كبير من السلع، ولكن مش هنقدر ان احنا نتكلم باستفاضه على الموضوع ده غير لما يبقى عندنا حصر للاسعار كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. ولكن الملحوظ جدا ان كل الناس ابتدت تتكلم انه في انخفاض ملحوظ في اسعار بعض السلع في الاسواق المصريه، وطبعا ده مؤشر جيد جدا. النقطه الثانيه وهي فكره ترشيد المواطن في الاستهلاك، اعتقد انه في يعني مجهودات كبيره جدا بتتم من قبل الدوله لتوفير السلع الاساسيه والاستراتيجيه في الاسواق، ولكن كمان المواطن لازم يبقى عليه دور مهم جدا وهي الترشيد، وان هو ياخد ما يكفيه من الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاسواق. هنتكلم باستفاضه اكتر عن الموضوع بكره ان شاء الله مع حضراتكم لما يكون عندنا حصر للاسعار. وبمناسبه ترشيد الاستهلاك، كمان مطالب من الساده المواطنين ان يبدا عندنا وعي بانه في مشكله ميه وفي ازمه مياه في العالم كله. من الاخبار اللي توردت امبارح انه اثيوبيا ابتدت ان هي تحول مجرى مياه النيل الازرق، وطبعا في مفاوضات وكلام كتير على سد النهضه، وهنا مطالب المواطن ان هو يبدا يحس بمشكله وازمه المياه ويبدا يبقى كمان يبقى عنده ترشيد للاستهلاك للمياه. فبعض الاحيان بنلاقي سلوكيات خاطئه في الشارع المصري ومحدش بيحاسب عليها، المايه اللي مفتوحه طول النهار، الناس اللي بتغسل العربيات في الشوارع، حنفيات المايه اللي في بعض الاحيان ما بتكونش متصلحه في البيوت او في بعض المصالح الحكوميه وفي المدارس. كل ده لازم احنا نبدا نفكر فيه ولازم نبدا ان احنا نحاول ان احنا نصلح منه، علشان المشكله في الاجيال القادمه هتبقى مشكله المياه في العالم كله، مش بتكلم على مصر بس. الحقيقه ان الدوله بتقوم بمجهودات كبيره جدا لتوفير المياه، وفي عدد من محطات تحليه المياه بيتم انشائها حاليا، وخاصه انه كمان المحافظات او المجتمعات او العمرانيه اللي بيتم انشائها جديد وبتبقى مطله على الابحار، هيبقى في مجموعه من محطات تحليه البحر هتبقى موجوده بحيث ان احنا نوفر مياه النيل للاستهلاك. لازم نتكلم مع حضراتكم اكتر في الفترات القادمه على فكره ترشيد الاستهلاك، ناخد ما يكفينا ونحافظ على المتبقي للاجيال القادمه. دول موضوعين مهمين جدا يمكن هيثاروا مع حضراتكم في الفترات القادمه من خلال مصر جميله. كمان من يعني قبل ما نبدا لقاءاتنا مع ضيوفنا النهارده، عايزين نطلع مع حضراتكم لتقرير، وهنشوف مع بعض تقرير لمعرض فني جميل جدا اسمه عشاق مصر. المعرض الفني اشترك فيه 62 فنان كلهم مصريين وبيحبوا الهوية المصرية وبيحبوا ان هم يقدموا من خلال اعمالهم ملامح مصرية مختلفة. قدموا 75 عمل فني كلها كانت مجتمعة في معرض فني اسمه عشاق مصر، بيتكلم على الأصالة والهوية المصرية. نطلع نشوف مع بعض التقرير ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم وفقراتنا ومصر.